أولى فقراتنا لليوم رح نحكي عن أشعة الشمس، لأنه لها كثير من الفوائد منيحة للجسم، وبالمقابل لها كمان مضار على البشرة. كيف فينا نحمي حالنا من أشعة الشمس، وكيف فينا نرطب بشرتنا، وخاصة أنه مقبلين على فصل الصيف؟ رح نحكي كيف نحمي بشرتنا أكثر وجلدنا بفصل الصيف مع الدكتور هايك سيربيان، أخصائي جلدية. صباح الخير دكتور. صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم يا ميتان. يسعد صباحك دكتور. ورمضان كريم. الصيف على الأبواب، ودائما البنات همهم بشرتهم. خلينا نبلش بموضوع صيف. أول شيء يعني أول عنوان عريض هو الواقي الشمسي. خلينا نحكي اليوم عن معايير الواقي أو اختيار الواقي الصحي، الواقي الشمسي الصحيح. تفضل. الواقي الشمسي هي صراحة صارت معادلة وجود، يعني خلاص إنه أي ست عنا صيف شتي عم تحط واقي وتطلع، تعتبر حالها انه هي اذا طلعت بلا واقي هي طالعه مثل كانه طالعه على الفضاء الخارجي، فلا بدها ترجع بأذية. الحقيقه الواقي الشمسي هو سلاح ذو حدين، اذا ما فهمنا ممكن نتائجه تكون عكسيه تماما. يعني اليوم بدنا نفهم نحن ليش عم نستعمل الواقي، وهل هالواقي هذا بيتناسب مع بلادنا ولا لا. اغلب الناس بيستعملوا الواقي بطريقه خاطئه، او تسوق واقيات ببلادنا بطريقه غير مدروسه. يعني درسنا بالكتب وقت كنا طلاب انه او اي مرجع هلا بنفتحه انه يجب استعمال واقيات الشمس. نحن ما بننتبه عاده كاطباء انه انا هذا المرجع شغل وين؟ مثلا ممكن يكون بريطاني عم بيحكي عن شعبه، عم بيحكي عن طقوسهم، عم بيحكي عن حدا وقت بحب يعمل سياحه بينزل على تايلاند وبينزل على ماليزيا وبروح على افريقيا. خاص بمناخهم يعني. خاص بمناخهم، خاص بعرقهم. انا اليوم يا ترى هل انا بحاجه واقي شمسي اذا انا عايش ببلدنا؟ طيب اولا نحن عرقنا مديتيريان، عايشين ببيئتنا. هل احنا بيكون كتير بحاجة واقي بالتعرضات اليومية العادية؟ لا. الواقي ممكن يكون له دور ببعض الحالات العلاجية اليوم اللي ممكن مثلا تتطلب رد معين على البشرة، بصير البشرة بحاجة حماية أوفر أكتر. اليوم بيلزمنا ببعض الحالات المرضية الموجودة يعني بالجسم بالجلد، في بعض الأمراض بحاجة واقيات، أو بعض جلسات الليزر مثلا، أو جلسات البوفا، أو جلسات المعالجات الشعاعية ممكن نحتاج فيها الواقيات. لكن بالحال العادي احنا الواقيات بالحياة التقليدية، يعني أي حدا منكم اليوم في الصبح بينزل على شغله بيركب مثلا طريقة نقل أو وسيلة نقل، سواء كانت مثلا عامي ولا تاكسي ولا خاصة، بالنهاية شو زمان تعرضنا للشمس؟ وهل فعلا نحن بشرتنا بحاجتها؟ طب خلينا نشوف الواقع اللي انا دائما هلا مرضاي يمكن اللي عم بيسمعوني بيسمعوها دائما مني، يعني اللي بدي اقول لكم اياه انا مرضاي سمعانينه، انه يا ترى هلا انا اليوم رجل امراه ولد، مين منهم بحط واقي؟ ولا حد. هو بالحقيقه الامراه بس انه يعني ما كثير عندنا ثقافه واقي الشمس. بس بالواقع اليوم بالواقع مين عم بيشتري الواقي اليوم عم بيحطه؟ الولد؟ الرجل؟ لا، بالنسبة 99% هي المرأة. طب مين بيطلع له كلف؟ المرأة. طب معناتها احنا في عنا مشكلة، بتقول لك أخي هرمونات مشاكل، طب هي شو هرمونات ومشاكل وطبيعة بشرة؟ ما كانت طفلة تفوت وتطلع وتلعب بالشمس وبالمدرسة والأمور هاي، ليش ما ولا مرة انأذت؟ ليه ما صار لها شيء وهي طفلة وبشرة رقيقة؟ الحقيقة اللي عم تصير عنا إنه احنا بنستعمل واقيات ما بتتناسب معنا، بدل ما تعمل نتيجة إيجابية بتطلع النتيجة عكسية أحيانا. يعني نحن ما بالضرورة الواقي ممكن يكون عم بيحمينا، استخدام أو اختيار واقي خاطئ النتيجة عكسية تماما. فوقت بدنا نكون عم نستعمل واقي بدنا نعرف حالنا أنه هل احنا من الناس اللي لازم نستعمل واقي أصلا، وإذا استعملنا هل هو خيارنا الصح؟ هذا هو المعادلة اللي بتلازم الست أو أي شخص وقت بده يستعملها يراجع طبيبه أو يراجع حدا مختص بالموضوع، ما يكون موضوع المعيار تبع الشراء هو البراند، الاسم، السعر، والله غالي معناته منيح، ما بالضرورة. أو من برا فهو زري؟ لا، من برا بيتناسب مع برا، مع بشراتهم، معمول لإلهم ما معمول لإلنا، نحن عندهم على الخريطة ما بيعرفوا وينا. بلاش نحكي بصراحة، هن برأيهم إنه نحن ما يعني ما عاملين الواقي، ما سوريا اليوم ببيئتها بإنه هذا السوق الاستهلاكي الكبير بمناخ بحاجة الواقي. ما لنا سوق استهلاكي لناس عم يصنعوا واقيات لأوروبا مثلا. يعني شو الاستهلاك اللي عنا؟ فنحن بحاجة واقيات تتناسب معنا. هون تيجي المسؤولية على شركاتنا المصنعة الموجودة بالبلد، الشركات المحلية اللي تصنع الواقيات تتناسب معنا بيئيا
وعرقيا يعني هذا الشيء لازم نعرفه. نعم يعني دكتور ذكرت نقطة كتير مهمة إنه دائما الواقي الشمسي هو بينشرى من محلات مستحضرات التجميل أو يعني أبدا يعني أبدا ما بيستشيروا طبيب، ولكن بنشوف فيه الواقي بيكون فيه فونديشن فيه قصص طبيعية هي معالجة للبشرة، هل هو صح لازم الوحدة هيك تستخدمه أو كل الناس لازم هيك يستخدموه، ولا لازم يكون بيور خاص لبشرتك خاص لحماية بشرتك؟ طب بقول لك شغله، هلا نحن في عنا دائما بالواقيات بدنا نفهم قاعدتين. اوكي، كل واقي في بقلبه فونديشن هو فونديشن ما واقي، يعني اليوم تأثير السلبي للفونديشن راح يوقع على المريضة، ما راح يكون في عندي وقاية أو حماية بشكل مثل ما هي بتتخيل. جينا المريضة أيام بتقول لي أنا ما بستعمل فونديشن، بستعمل واقي بس ملون. شو هي بس ملون؟ يعني هي فونديشن، فونديشن مع نسبة حماية، فالتأثير السلبي للفونديشن راح يوقع عليها بالكامل، يعني إن كان تأثير بتوسع المسام، إن كان بالحب، إن كان حب الشباب طبعا، إن كان بالكلف، كان بكمود البشرة، فبصير توقع فيه. يعني المريضة اللي تدمن على واقي ملون، ايمت نشرت الواقي بتلاقي بشرتها كامدة، هي اذا نافدة من الكل. على اضعف الايمان بصيبها كمود بشرة. بالنسبة للواقيات، دائما وقت تختاروا واقي بتكون تنتبهوا لكلمتين، بس كان مكتوب على الواقي يو في بي بلس بعدين بحطوا زائد بعدين يو في اي وبحطوها ضمن دائرة، فلحنا بنهرب شوي مع احترامي للشركات. السبب بسيط لنفهم شو هي، خلينا نفسر الفكرة كمان. اليوم نحن في نوعين بأشعة الشمس نتعرض لليو في بي واليو في ا او اليو في اي. هلا اليو في بي هي الاشعه اللي بتسبب الحروق الجلديه، اليو في اي هي الاشعه اللي ممكن تسبب هرم البشره واحد، تصبغاتها اثنين، وهي الاهم. اليوم معناتها انا وقت عم بستعمل واقي شو الهدف من الواقي؟ انا عم بحطه لحتى ما انحرق، ساعتها انا بدي فلتر يو في بي، هذا ممكن اعمله اذا انا طلعت على البحر وبشرتي بيضه كتير وممكن تنحرق. اما انا بالحياه اليوميه هدفي ما اتصبغ، بدي فلتر مكتوب عليه يو في ا او يو في اي بال بنقول مشان ما يخربطوا معنا يو في اي. هلا هذا الفلتر اليوم بده يكون فلتر رئيسي، يعني انا وقت بقرا بالواقع كلمه بنزوفينون 3 بنزوفينون 4 بنزوفينون 10 200 ميتوكسيسينامات، هذول كلهم فلاتر يو في بي، هي بتحمينا من الحرق. باوروبا بيهتموا بهذا النوع من الواقيات، بشرتهم شديده البياض، اي تعرض شمسي بيخليهم يحمروا، يعني هن بيحمروا بشكل شديد، بيوقعوا بحروق، ممكن حروق تكون واصله لدرجه ثانيه بوقت قصير. ببلادنا نحن نادرا لنوقع بهذا مشكله الحرق، احنا فلاترنا لازم تكون فلاتر تصبغ اكثر. فالتركيز على الواقيات اللي بتحتوي على فلاتر يو في ا. هلا ليش وقت بنقول يو في بي ويو في ا بنهرب منهم؟ لسبب بسيط. الفلتر الرئيسي وقت بكون موجود بكون مكتوب يو في بي، وقت بحطه بلس او زائد يو في او بحطوه ضمن دائره، هاي معناتها اللي احنا عم نعتمد على الوقايه من اشعه الشمس النوع اليو في اي بحاله وحده بس، هو الفلاتر الفيزيائيه اللي هي نفسها اللي ممكن تلعب مثل اكسيد الزنك واكسيد التيتان والملونات اللي بتلعب دور فونديشن. فوقانا احنا بمطب ثاني، انه انا هربت منها وقعد بمطب الاستعمال تبع الفونديشن واحد اثنين. وهي نقطة كتير مهمة، انه هاي المواد الخامة اللي مفترض بتأثير الحرارة المرتفعة بتتحول من خاملة لنشطة، يعني ممكن تسبب تصبغات، يعني ما بتتناسب مع بلاد ممكن تكون درجات الحرارة بالشمس فيها، يعني احنا بالصيف بالظل ممكن نوصل ل 38 وال 40، معناتها شو بتتوقعوا درجة حرارة بالشمس؟ ممكن نوصل لفوق ال 40، تمام؟ طب هذا الحكي اليوم بيحول هاي المادة لمادة نشطة، معناتها احنا ممكن نوقع بمشكلة ثانية هو التصبغ، وهذا اللي عم بيصير عند اغلب الناس. تقول لك انا بحط واقي بتصبغ بشرتي كامدي عم كلف، يعني لانه استعمالنا خاطئ، يعني نحن عم نستعمل شيء ممكن يكون خيارنا فيه خاطئ. ببلادنا مفترض يكون استعمالنا لفلاتر هي يو في اي، اذا بكون الواقي يو في اي اونلي يعني لحاله بكون احسن واحسن، ما المهم لا اللون ولا شيء، استعمال فلاتر وين ما ضروري ما بيهمني، انا بدي الشيء اللي يحميني بالنهايه، يعني انا اللي عم بيصنع لي برا هو شركه تجاريه. وين ما بدك المنشا، يعني هلا اذا انا طلعت على فرنسا وعملت شركه بفرنسا صرت ميد ان فرانس، واذا فتحتها بسوريا بكون ما بسوى، ما انا نفس الشخص. يعني المهم الكواليتي تبع المستحضر هذا الاهم. هاي نقطه كثير مهمه، ما تركضوا كثير على البراندز، ما البراندز اللي بيحمينا، هاي نقطه كثير بننبه عليها، والا الاحسن ما نحط الواقي منه
وضعنا محمي أكثر لأنه بشرتنا عندها قدرة تأقلم بشكل جيد، لكن وقت نستعمل شيء ممكن يعمل خلل حتى بتأقلم بشرتنا. فهذا الموضوع بدنا ندير بالنا منه، يعني استعمال الواقي بدنا نتجه نحو الهدف ونستعمله. أنا طالع على بحر بدي فلتر يو في بي، أنا طالع بحياتي اليومية بيهمني أحمي حالي من التصبغ بحاجة فلتر اليو في اي. الميكسات بدنا ننتبه منها، مو ما كل الميكسات ناجحة، ممكن ميكسات قد تكون ضارة. تمام. دكتور كمان في موضوع أساسي بكريمات أو بواقي الشمس هي درجة الحماية، بنلاقي درجة حماية 50% 70% أكثر من 70%، شو الفرق بيناتهم وأيمتى بنستخدمه؟ والله الفرق هو ترويج تجاري فقط. أنتم بتعرفوا شو هي الأس بي إف؟ هي الأس بي إف هي معادلة كسر رياضي بيشمل قديش أنا كزمن بحاجة اني اتعرض فيه للشمس ليصيب عندي اريتيشن او احمرار نتيجة تعرضي للشمس بوجود الواقي اللي انا مسجل عندي او اللي انا مشتريه، عن انه انا اذا بدون ما اكون حاطه طالع على الشمس قديش بدي لأحمر. يعني اذا انا حطيت الواقي وطلعت على الشمس قديش بدي لبلش يصير عندي اريتيشن واحمرار، على زمن انه انا اذا ماني حاطه لهذا الواقي اللي انا مشتريه قديش بدي ليصير احمرار. يعني أنا مثلاً إذا قلت أنه أنا إذا حاطت الواقي بدي أنا فرضنا 60 دقيقة لحتى أحمر، على زمن أنه أنا نفترض أنه بشرتي كتير حساسة بدقيقتين أحمريت 60 على 2 بدي يطلع معي الـ SPF 30. ولاحظوا المثل كتير، بدي ساعة لأحمر على دقيقتين لأحمر وما عندنا هالحدا بدقيقتين بيحمر. هي عم نحكي تعرض يعني مستمر تمام للشمس. يعني هاي المكسر نسبة الكسر هذا الرياضي 60 على 2 بيطلع معي الـ SPF 30. طب هذا الاس بي اف 100 كيف قايسينه؟ يعني في حدا متعرض له شي 200 ساعة للشمس؟ شو هو شو هالرقم يعني؟ رقم كتير كبير، ما انا يومي كله 24 ساعة، يعني اذا جمعت يوم ما بيطلعوا، عديهم بالدقائق والثواني ما بيطلعوا. نعم. فهو رقم تجاري، كانوا يجمعوا فيه فلتر اليو في اي مع فلتر اليو في بي، يعني انه هذا بده على اليو في اي هالقد، على اليو في بي هالقد، وبالاساس طلعت فيها المدرسة الأمريكية ودمجوها ببعضهم مشان يرفعوا الأرقام. بعد فترة صارت هاي الأرقام هي المعيار، مثل وقت بقول أنا اشتريت سيارة 8 سلندر وسيارة 6 سلندر، اسمه هلا كله راح على البنزين. كله مشان البنزين. تمام؟ فإنه مثل عم يحكي بسلندرات السيارة، هي لا، هي بالنهاية أي اس بي اف لشركة محترمة اليوم 30 أنت بتكوني أخذي شيء كتير منيح. سابقا بتذكر القصة من 15 سنة كان بيتباهوا بال 8 وال 15 وال 30. هذول أقصى شيء. وقت بلشت المدرسة الأمريكية بقى تضخ أرقام صار موضوع سباق تجاري، لأنه العالم ما أنا فهماني هاي اس بي اف شو تاني، يعني ما حدا عرفان هاي المعادلة. فصار مفهوم انه هي هذا 100 هذا 30 ما بيسوى. هو مزبوط، هذا 100 هذا رقم خيالي، 30 هو الرقم الحقيقي، 8 هو رقم حقيقي. يعني انتو الاس بي اف 8 هو درجة وقاية جيدة جدا، انت عم تحكي عن اضعاف، يعني انت عم تحكي عن نسبة كسر رياضي. فبس لحنا خلص صار سوق تجاري فبنتعامل معه بأرقامه معه. تماما. دكتور خلينا نحكي دائما بس نشوف الأولاد الصغار بدهم يروحوا على البحر أو على المسبح، أو ممكن بعض الأمهات تستخدم واقي شمسي للأطفال خاص بالأطفال. أول شيء شو لازم المفروض يكون نوعه؟ تاني شيء بنلاقيها مثلا بتحط له مو بكل وشه وما بتدهنه منيح، هل هذا الشيء صح؟ يعني بضل مثلا اللون أبيض بضل مجمع، قال إذا ما دهنته ما دهنته كتير ولحتى راح بيحمي أكثر، هل هذا الشيء صح؟ يعني كتير بشوف هاي الظاهرة. واقي الشمسي للأطفال بيرجع لنفس النظام تبع الكبار، إنه أنا هل بشرته بيضة كتير ولا بشرته عادية؟ بشرته عادية تركيه بحاله، هو بحاله بخير ما في شيء. بشرته بيضة كتير بنستعمل له فلاتر اليو في بي بالمسبح، يعني بدنا يكون للأطفال فلتر يو في بي بده يكون معه من نفس التركيب مواد مهدئة للحروق، دائما بشرة الطفل بتنحرق، فبيحطوا معهم اكستراكت أحيانا، خلاصة بابونج، خلاصة تفاح، فيتامين سي، في كتير منتجات تجارية نزلت بعدة خلاصات الهدف إنها تخفيف الإريتيشن، تخفيف الإحمرار. فالهدف دائما عند الأطفال إنه نحميه من الحرق ونخفف الإحمرار. والأحسن من اثنين أنه يكون تعرض الأطفال تدريجي، يعني أنا ما بنزل ابني بأول يوم بعرضه 10 ساعات برجعه مسلوخ لا واقي ولا غيره رح ينفعه، بالنهاية الواقي بيحمي. أي أقدر وقت دكتور؟ غالبا فترة الظهر حتما، يعني أنتو دائما وقت بتحكي بالضرر بتحكي عندك من 11 للخمسة بالصيف. في ناس بفكروا أنه ساعتين، لا هي من 11 للخمسة 5:30، يعني إذا بتتذكروا بالصيف 5:30 إذا بنطلع لبرا لحنا عم نزخ حرق. صحيح. يعني حقيقة ما فيك تعتبري كسر حدة اليوم لبعد 6:30. هلا إذا بتجي للمزبوط على البحر
عنده من 6:30 ل8:15 8:30 لتعتم ساعتين، يعني اذا بده يسبح فيهم بيوصل لقبرص. هذا اذا في هدفه السباحه، اما اذا برونزاج هون شغله ثانيه. تمام. وقت الصباح ووقت المساء هو الافضل وقت بتكون الشمس لسه ما صارت بنص، يعني نص السماء مثل ما بقولوا نحكي بلغه عاميه، يفضل تكون الشمس مايله، هذا بيبقى الوضع اخف. وتعرضاتنا للاطفال تكون تدريجيه، يعني انا ما من اول يوم عندي طفل مثلا بشرته كثير بيضه زدته خليه ينحرق، لانه هذا يا بينمش يا بيترك حروق ايام درجه ثانيه، الولد بيبكي بيتعذب، يعني انا ما بدي سليه ولا بدي عذبه. يعني الام اللي بدها تطلع ابنها بشرته بيضة كثير على البحر بتقول لي ينحرق، مثل كانه ماسكه مي سخنه وحارته ودلقتي عليه. ودهن الواقي الشمسي او تركه مبين، شو صح ولا غلط؟ لازم يكون مبين. هلا هو ما لازم يبين، هو اللوشن دائما رجعنا ما لازم يبين، متى ما بين معناتها في هاي المواد تبع اكسيد الزنك واكسيد التان كنا عم نحكي عنهم، يعني المواد اللي مثل البودره. تمام. فهو بصير بيكلح او بجمع. اما وقت بيكون هو لوشن خفيف لازم عند الاطفال، وقت بده يكون موضوع مسبح بده يكون لوشن خفيف وبده يكون زيت القوام مانو مائي القوام، لانه هذا الطفل بده يلعب بده يسبح بده يطلع مشان يتم موجود الواقع عنده، ويفضل تكراره كل ساعتين ثلاثه. دكتور، هاي النقطه اللي بدي ارجع اسالك عليها هي تجديد الواقي الشمسي. في سيدات يمكن كل ساعتين او كل 3 ساعات بيجددوا الواقي الشمسي، نحكي عن قواعد التجديد، يا ترى هي لازم تغسل كل وشها بالمي والصابون ولا لا فوق الطبقه القديمه؟ هلا التجديد بيتبع حسب البرودكتس، حسب المنتج، يعني هلا في منتجات كل ساعتين، في منتجات كل 4، في منتجات كل 3، حسب التركيب اللي مصنعين منه المنتج. في منتجات بتذكر قبل الازمه نزلت كانت في بعض الخلاصات انا بتذكرها بتتدخل باليه تحويل او تكوين اللون بتاثير الاشعه، في حلقه معينه بتاثير اشعه الشمس لتسمر، فبتتدخل بالمعقد او بالاليات اللي هي بتحول اللون، اللي بتحول الاشعه او بتحرض الاشعه فيها لتكوين اللون. وممكن تعمل لك بلوك احيانا بيبقى 12 ساعه، يعني في واقيات ممكن تصل ل 12 ساعه بس قليله كثير. اغلب الواقيات هي من 2 ل 4 ساعات، وحسب التركيب المعلن من الشركات، هي بالعاده كل شركه حسب تركيبها بتعلن عن الزمن تبع التكرار. على الغسيل بالماء والصابون اذا كانت الواقيات زيتيه، واقيات فيها اي لون او اكسيد زنك، هي بالعاده لازم تنغسل مي وصابون ولو اني ما بحبذها. الواقيات المائيه اذا بتغسلي بمي، مي وصابون، مي عاديه ورجعي كرريه بس مشان الامتصاص، يعني هدف الغسيل ما انه نحن نشيل هالطبقه اللي حطيناها من الواقي. بالمناسبه الواقي بلم غبره، يعني لا تفكروا انه شيء كثير منيح، يعني اذا بتحطوا واقي وحطيته قطنه وشاشه بيطلع بتلاقيها وسخه. فالغسيل وانت عم تشيلي طبقه تلمت، لانه نحن عندنا غبار عالق بالهواء كثير، مشان نروح الطبقه الوسخه ما نحط واقي فوق طبقه وسخه. نعم. دكتور، خلينا هيك شويه نحكي عننا نحن اللي بنحط كثير ميك اب، مضطرين يعني دكتور، فهل صح انه نحط واقي شمسي تحت الفونديشن فينا اذا الوحده مضطره يعني او عندها شيء فيها تحط واقي شمسي او وبعدها تحط الفونديشن؟ شو احتمال تحطي فونديشن وتطلعي بالشمس؟ الاضاءه لحالها ما عندك مشكله فيها. الاضاءه ما عندي مشكله، ما عندك مشكله فيها انك تحطي واقي وتطلعي تمشي بالشمس ساعه، عفوا تحطي فونديشن وتطلعي تمشي بالشمس ساعه. ما اصلا الفونديشن تبعك راح يتبهدل على العرق، هي اول شغله. يعني اللي بدها تحط فونديشن وفول ميك اب وتروح عندها مناسبه، ما هي راح تتوجه بسياره لهالمناسبه، تقعد بجو يكون مناسب لها، والمساء ما في داعي للواقي. ما كثير موضوع انه هو بيفرق اذا احنا حطينا اليوم طبقه واقي تحت الفونديشن ولا لا، يعني هي بتضر ولا ما بتضر، بتحمي ولا ما راح تحميك من شيء، لان هي ضررك صار من الفونديشن اعلى. ممكن انه يصير افكتس على ما موضوع الافكتس، الفونديشن اليوم له تاثيرات حكيناها باكثر من حلقه. موضوع انه المواد والتركيب تبعها شيء بضر البشره. طب اعطيكم مثال بسيط كمان بيسمعوه مرضاي مني وبيتضايقوا مني، لانه دائما انا عدو الفونديشن. هلا انتم بس خلصتوا فتوا، هلا بدكم تغسلوا تشيلوا الفونديشن تبعكم، ما هيك؟ طيب حطيتوا مزيل الفونديشن على هالقطنه، خرج كل وحده منكم تشيل هالقطنه تحطها بتمها هيك تمصمصها شي ربع ساعه، شو بكون طلعتوا؟ اكيد لا. لا ليه؟ اكيد لا، لانه يعني كلها مواد وسخة. طبعا طيب. مواد كيماويه. طيب شو الحكمه؟ شو ناطرين من بشرتكم من الوسخ؟ ما انت قلتي شلتيها هي وسخ. طب حاطين على بشرتكم وسخ، يعني شو ناطرين من البشرة تقدم بوسخ متكرر يوميا؟ بس في عالم مضطرة تحط. سكتنا هلا ما عم نحكي عنكم، عم نحكي للعموم انا بشكل عام. تمام. فهي يعني اذا انا بدي احط طبقة وسخة على الوجه، شو ناطرين كست؟ يعني ليش بدي اتزين بالوسخ؟ هل يعقل انا اتزين بالوسخ
وهل يعقل أنا انتظر من بشرتي كتير تكون كيوت وبتجنن لأنه عم بوسخها كل يوم؟ إذا أنا ما عم برضى أحطها على شفافي قديش معناتها مادة سامة، انتم مقتنعين انه هي سم، وين الزينة طب فيها؟ طب هل بتختلف هيك بما انه فتنا بموضوع بس هيك خلينا قبل ما نختم بتختلف تماما بتختلف البراندات او انه هي ولا مثل الواقي الشمسي لازم انه الفونديشن انه دار ان كان بالمناسبة حقه مليار 90% من الفونديشن بالعالم تنتجه شركتين ايطاليات بالذات، يعني هي حي المعلومة واثق منها انا، هي شركتين بتصنع للبراندات، يعني انت ممكن تشتري براند كذا او كذا او كذا بدون تسميات وهن كلهم المنشا واحد، هن موديل هن تعبئه بس بياخذوا لاين او درجه لون او شغله معينه. بتختلف الكواليتي، ممكن الكواليتي تبع المواد ايه او كواليتي التصنيع، بس تعددت الاسباب والموت واحد. يعني اليوم اذا حطيت لك انا زرنيخ بكاس من ذهب وكتبت لك على كاس الذهب ماء زمزم بتشربيها بتصيري تمام؟ اكيد لا، رح يبقى زرنيخ. يعني ولا حطيتها بكاس بلاستيك كمان نفس النتيجة. يعني هي بالنهاية ما البراندز أو البراندز هو إعلان دعاية اسم تجاري أمبلاج محدد. ليش أنتوا نفسكم تنزلوا بتشتروا براند من أي كريم كأي أساس؟ هلأ أخذ كريم مغذي مثلا، ما بدي أحكي فونديشن، هني دارسين ست كيف تدرس الموضوع، تمسك الكريم طلعي بيعجبك الأمبلاج، حلو الأمبلاج، فتحتي حطيتي على إيدك هيك شفت الامتصاص، تمت عملية الشم انتهت. بس نروح نشتري هنا هنية على ايديك امتص شوفي لونه احلى نشتري. ونفس الشيء بالنسبة للالوان تحمي هيك على الايدي، طبعا كل واحد بتفوت لتشتري بتطلع ايديها وايدين البياع نصهم ملونين. دكتور كاشفنا كثير انت وكاشف طريقة تفكيرنا. موضوع الفونديشن ومستحضرات التجميل اكيد رح نحكي عنهم بحلقات تانية لانه عن جد هن كثير مضرين للبشرة. نشكرك كثير على كل المعلومات. شكرا كثير لك دكتور. شكرك دكتور، دائما ناخذ من حضرتك المعلومه المغايره اللي نحن متعودين عليه. شكرا كثير، نقمي عليك.